انا عارفه ان سر ابويا معاه. شوف اللي اقدر اقوله لك دلوقتي يا فريده ان انا استاذن انا بقى والحق اطلع عني، ولا انت محتاجه لي في حاجه؟ لا شكر. طب انا هستاذن بقى. سلام يا خالد. ايوه يا ست فريده، فاضل لك قد ايه يا ست؟ خلاص مسحنا وخنسنا ولمعنا الدنيا وكله تمام. اسبقيني انت ولا حاجه وراكب المفتاح. طيب ما تنساش تفتح بكره بدري. حاضر حاضر. ما تخافيش يا ست البنات، انا وهاب. وايه اللي جابك كده في نص الليالي؟ صراحه كده انا استنيتك لحد ما خرجتي من القهوه وقطرتك وجيت وراكي لحد هنا. وتقطرني ليه بقى ان شاء الله؟ عشان في كلام عايز اقوله لك ومش لاقي طريقه. من ساعه ما ابوكي طردني من القهوه وانا مش عارف اخطي الحاره برجلي. قولي لي اعمل ايه؟ تقوم تجي لي في ساعه زي دي وكمان شارب؟ وعزة جلالة الله ان ما مشيت من قدامي لخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. لا دي 50 براندي كده فاتح للشهية. اسمعيني بس ارجوك يا ست البنات. يا اخويا سمعك عزرائيل، امشي يا واد. انا مش همشي من هنا غير لما تعرفي ابوكي طردني من العوالق. عشان حرامي جعر. لا عشان عشان عشقت يا ست البنات. بس انا مش قد المقام. بس انا خلاص لا قادر اداري ولا اخبي. انا داي فيك يا فريد. يا اخويا دوب بعيد عني يا ست. لا لا قادر يا ما تقولي النهار. بدوني يا فلح. الحقوني يا ناس. الله 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 الله. عيب عليك يا جدع، انت اللي بتعمله ده. سيب الست في حالها. جميل يا جدع انت. انت ظاهر عليك قليل الادب وعايز تترد. يا لهوي. تربي مين؟ الحقوا يا ناس. تبعت الناس. امشي يا جعان. مش عارفينك يا فريده. امشي انت يا ست. امشي انت تكفى على الله. امشي امشي يا سفاح. جتك نيله. ايه بالكمان؟ معلش. انت بخير؟ انت اللي بخير. يا اسمك ايه؟ بسيطة الحمد لله، مفيش حاجة. يا حمتي مفيش حاجة. ايه ده، انت دمك سايح. تعالى تعالى اطلع ابويا يشوفك. تعالى يا ست بسيطة، والله ما ليها لزوم. لا معلش، ده انت عيل شه. جاتك نيلة. شكلك غريب عن الحارة. انا صحيح اول مرة اجي الحارة، بس انا مش غريب عنها ولا حاجة. ابويا ليه شغل كتير قوي في الحارة هنا، بس انا كنت ماسك الشغل بتاعنا في المغربلين. والحاج كبر بقى وناوي بامر الله ان انا اجي امسك معاه الوكالة هنا. طب مين يا ابني في الحارة؟ ابن الحاج منير العطار، اكيد عارفينه.